لو انت فاكر ان الجواز في مصر صعب، الفيديو ده هيخليك تغير رأيك. لما تشوف عادات الجواز في البلاد التانية هتحمد ربنا انك في مصر. عندك مثلا في الصين عند قبائل التبت، العروسة بتطلع فوق شجرة والعريس لازم يطلع يجيبها، سهلة مش كده؟ بس انت متعرفش بقى ان اهلها بيبقوا مستنينك تحت الشجرة ماسكين لك العصيان عشان يهروك ضرب ويمنعوك انك توصل لها، ولو قدرت تفلت منيهم يبقى حلال عليك العروسة. وعايزاه يجي يا فوزية. اما بقى في جنوب الهند فالعروسة بتاخد العريس ويروحوا على غابة يبقوا فيها لوحدهم وتجيب نار. لا مش هتولع في العريس ما تخافش، هي يا دوبك هتجيب سيخ محمي وتكوي بيه ظهره. اوعى تصرخ ولا تحاول تهرب، ده هيبقى عيبة في حقك ان انت كده عندهم لا مؤاخذه مش راجل. بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي ولين عظام وكساح وحول سنتين ومات. ولو رحت اسكتلندا بقى عايز تاخد واحده شقره وعينيها ملونه، فاعمل حسابك في كمامه، لا مش عشان كورونا، علشان الريحه، لان العروسه هتجيلك بعد ما يكون اصحابها رموا عليها بيت فاسد وطماطم بايظه. انت متخيل ليله الدخله هتقضيها ازاي؟ ارجع ارجع دي ميته. ميتة تبقى انا بقول لك انت تعالج من اخيرك، دي اجمل حاجه فيها الحته، حاجه تفتح النفس. اما بقى في جرينلاند فلو انت فاكره يا عروسه ان العريس هيجيبك من عند الكوافير زي ما بيحصل عندنا هنا تبقي غلطانه. العريس هيجيبك من بيت اهلك بس هيشدك من شعرك لحد ما يوصلك لقاعه الفرح. تخيلي بقى لو انت ساكنه في اكتوبر وقاعه الفرح في التجمع. امشي روح. اروح ايه وجوازنا؟ جوازنا بالمشمش، جوازنا قالوا لك عني مستغنيه عن روحي. اما بقى في جزيره بورينو بين اندونيسيا وماليزيا فممنوع على العروسه والعريس انهم يدخلوا الحمام بعد الفرح لمده 3 ايام، وما تحاولش تهرب لان في حراس واقفين لك على باب الاوضه يتاكدوا انك مش بتدخل الحمام.